Allora li ha udite. خير صدقني الرصيد نار انا نقول لكم اقعدوا غير في دياركم رانا نقول لكم التزموا البيوت تاعكم جلب لا بيتزا اللي يجري اوبو 5 ملايين الوحده حاشاكم سليبها حاشاكم فيها انت لا حول ولا قوة إلا بالله والله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان تلفزيون النهار هناك ناصر جلال مرحبا بك ناصر معنا مساء الخير السلام عليكم كيف هي أوضاع عنابة في ظل هذا الحجر الليلي الإلزامي كاع مشي عقلية والله ما عقلية واحد ما يخرج يدور ما يخرج يحوس ما يخرج يشوف بعيني يضرب وكل كاع نقعدوا في ديارنا حنا نقعدوا نخبزوا حنا والله ما عقلية قسما بالله العظيمة راني كذب انايا ولد
واحد واحد ما خاصة أن عنابة تسجل 9 حالات مؤكدة لإصابتها بكورونا فيروس مع حالة وفاة واحدة، كيف كان وقع هذا على الشارع العنابي؟ احنا شوفوا نعطيكم الديلي تاع غدوة، الديلي تاع غدوة رانا برا، ما نطيقوش ما نطيقوش نستحملوا ديارنا احنا، الديلي تاع غدوة. أشكرك جزيل الشكر ناصر قلال مراسل تلفزيون النهار بعنابة على هذه المداخلة. إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير. الله أكبر. نجبد.